وبعد عباد الله، فإن الإسلام دين محكم أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس وإصلاحا لأمر معادهم ومعاشهم، وأمرهم بأوامر إن جاء بها الناس كان في ذلك الصلاح، وكان في ذلك الهدى، وكان في ذلك الأمن، وكان في ذلك رضوان الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وأما من خالفها فلا تسأل عن ضلاله، ولا تسأل عن انحرافه، ولا تسأل عما يفسد من أمور الدنيا والآخرة مما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله عز وجل. وإن مما أمر به الإسلام أن يقوم الإنسان بالعدل والحق، وأن يجافي الإفراط والتفريط كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ونهى عن الغلو وعن تجاوز الحد المشروع إلى غير المشروع في العبادات وفي الاعتقادات وفي الأعمال وفي غيرها من أمور الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يأمر الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن البعد عن الغلو، وهو مجاوزة المشروع إلى غيره. ينهاهم ربهم تبارك وتعالى لأن ذلك يفضي بهم إلى الإشراك بالله عز وجل، وإلى تسوية غير الله بالله، وإلى الكذب على الله، وإلى نسبة الولد والباطل والفراء إلى الله سبحانه وتنزه وتقدس. ولذلك أمر الله عز وجل أهل الكتاب أن يأخذوا الدين كما هو، أن لا يكذبوا، وأن لا يقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وضرب لهم مثلا بذلك في غلوهم وفي رفعتهم لنبي الله عيسى فوق منزلته: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم حاكيا قصة ولادة عيسى عليه السلام، قال: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم. وهؤلاء هم اليهود أهل غلو في محاربة الأنبياء وفي رفعة العنصر اليهودي حتى كفروا بجميع الأنبياء. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. أول كلمة رد على من غلا فيه من النصارى: إني عبد الله، آتاني الكتاب. وفيه رد على اليهود الذين أنكروا رسالته عليه السلام: آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت
ويوم أبعث حيا. قال الله عز وجل: ذلك عيسى ابن مريم. هذه هي قصته، هذه هي ولادته، هذه هي منزلته. ذلك عيسى ابن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأمرهم عيسى بعبادة الله، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولذلك قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ولذلك يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين، ثم يقطع الأسباب بين النصارى وبين عبادتهم لعيسى عليه السلام، ويخزيهم الله عز وجل بأن اتخذوه إلها مع الله. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق الله، وحق عيسى الإيمان به وتصديق قومه له واتباعهم له، وعبادة الله بما أمرهم وبما جاءهم به. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أن لا يغلو الإنسان، وأن لا يرفع أحداً فوق منزلته التي أنزله الله. لما قال الوفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولي ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى، أي لا تكذبوا علي في المدح وتنسبوا إلي ما ليس من منزلتي في شيء. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وجاء في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع: ألقط لي حصيات. قال: فلقطت له حصيات، هن حصيات الحذف. قال: فلما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في يده قال: بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين.
هذه أوامر من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يرفع أحد فوق منزلته. وقد تأتي الأدلة على نسق آخر تمنع العبادة أن يرفعوا عباداً فوق منزلتهم وهم أصلح الناس، فإذا منع الله الناس من رفعة هؤلاء فوق منزلتهم فمن دونهم من باب أولى. يذكر الله كثيراً عن الأنبياء أنهم لا يعلمون الغيب، وأنهم لا يتصرفون في الكون، وأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلاً عن العباد لا ضرًا ولا رشدًا. قل إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا. وتارةً بأن يأمرهم ربهم عز وجل بأن يتبرؤوا من الحول ومن الطول ومن القوة ومن المنعة، وأن يسندوا هذه الأمور لربهم تبارك وتعالى. قال الله عز وجل آمراً رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وهذا السؤال جاء كثيرا في القرآن: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عالم بوقتها، قل إنما علمها عند الله. الآية التي بعدها: حتى لا يكرر هذا السؤال وحتى يعلم أن الأمر كله بيد الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا أي ما مهمتي، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولذلك حكى الله عز وجل صورة أخرى لبعض البشر ينعم الله عليهم ويتفضل عليهم، ثم بعد أن تتم النعمة من الله عليهم ينسبونها لغير الله ويغلون في من يعتقدون فيه. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. صورة لكثير من الخلق أنه عندما يتزوج ويطلب الولد من الله ويبطئ الله عليه الولد يخلص الدعاء ويعظم الرغبة ويحسن اللجأة إلى الله، فلما من الله عليه بما طلب وبما سأل وجاءه صالحا كامل الهيئة غير منقوص نسبه إلى غير الله. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله، تعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ هل أحد من الذين نسبوا إليه نعمة الله خلق مع الله؟ وهل يستطيع أحد أن يخلق مع الله؟ وهل يجادل في ذلك عاقل من العقلاء؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله سبب دعائهم لهم غلوهم فيهم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ليخلقوا حشرة حقيرة صغيرة ضعيفة، ولن يستنقذوا ولن يستخرجوا ما أكلته هذه الحشرة الصغيرة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه به، لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لا يخلقون شيئا، وهم الذين دعوا من دون الله أنفسهم مخلوقون، خلقهم الله. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فما أضل من لجأ إلى غير الله ونسب إليه مما لا يجوز نسبته إلا إلى الله. كثير من الناس، وهذا واقع المسلمين إلا من رحم الله، زول يمشي لضريح أو يمشي لحي، ولو كان حيا ولو كان هذا المدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم البشر، لن يملك لك من الله شيء، لن يجيب لك دعوة ولن يعطي لك سؤلا، إنما رسول الله واسطة بينك وبين الله في تبليغ الدين والوحي، وليس في عبادته من دون الله. وتلقى كثير الآن في إذاعاتنا وفي قنواتنا يقول لك سلام عليك أحمد يا حبيبي، سلام عليك يا كاشف الكروب، سلام عليك يا غافر الذنوب، والبرد التي اشتهرت يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العنم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. لا كفر أكبر من هذا الكفر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهذا يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها. بل وعندنا في السودان كتاب لك سلام مني صفحة 21 لشيخ كبير في السودان، يقول يزعم أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول روضة قبرك، أي روضة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضل من عرش الله وأبرك. يا أخي سؤال بسيط، ما هو الدليل على بيت شعرك؟ الدليل وين؟ أتتكلم في أمر من أمور الدين بغير دليل؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ولذلك الغلو كان سببا وهو من أعظم الأسباب في وقوع الناس في الشرك. ولذلك قال الله عز وجل في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه أسماء خمسة رجال صالحين من قوم نوح كما قال ابن عباس، وكانوا يعلمون الناس، كانوا هم في أنفسهم صالحين. فلما مات الصالحون هؤلاء جاء الشيطان إلى أقوامهم وقال لهم: صوروا لهم صورا حتى تنشطوا لعبادة الله. لما تعينوا لهم بتتذكروا أن هذا كان شديد العبادة لله، فيكون ذلك منشطا ومرغبا لعبادة الله. قال ففعلوا ولم تعبد. فلما هلك أولئك وتنسخ العلم، أي وذهب العلم، وهذا أيضا من أسباب الضلال، إذا ذهب العلم فإنه يقع الضلال في الناس.
قال: حتى إذا تنسخ العلم وهلك أولئك، جاء الشيطان إلى ذرياتهم وقال: إن آباءكم كانوا إذا أرادوا أمرا طلبوه من هؤلاء، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك يا أخوانا، الغلو من أعظم المصائب، وضل من ضل بالغلو وبمجاوزة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن ثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم جاءوا إلى حجر أزواجه فسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعبد الله بهذا القدر لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه، ونحن أحوج إلى العبادة وإلى الاجتهاد فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بمقالة ما قال هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأخشاكم وأتقاكم لله، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولو لم يكن في التحذير من هذا الغلو إلا أنه تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان في ذلك زجراً أن يغلو وأن يتجاوز الحدود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا. استغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الأمة أيما تحذير عن الغلو في الدين، وإن مما ابتلي به المسلمون دعاة إلى الباطل والشر، يأتون إلى الناس بباب وباسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يزرعون فيهم أنه لا تتم محبة المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يغلو فيه وحتى ينسب إليه ما ليس فيه. وإن مما يؤسف أنه سيزور هذه البلاد داعية الغلو الأكبر في البلاد الإسلامية، رجل يقال له الجفري، محترف للغلو والكذب من الدرجة الأولى، وعنده مقاطع كثيرة، وغر كثيرا من المسلمين. في أحد مقاطعه يقول ويروي قصة أن رجلا يقال له أحمد الرفاعي أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد بيتي شعر يعبر فيهما عن شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب في هذين البيتين أن يخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيقبلها. قال: فأخرج له رسول الله يده فقبلها. أين هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي أمر من أمور رسول الله أمر أن يحب هذه الطريقة؟
أولا اشتملت هذه القصة على مخالفات. المخالفة الأولى، من قال لك أن تتمسح بالقبر وأن تفعل هذه الأفعال؟ وقد رأى الحسين زين العابدين رضي الله عنه رجلا يأتي إلى فرجة كانت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، لا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعو غير الله وإنما يدعو الله، فقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية أن في هذا رد لآيات القرآن الصريحة الواضحة، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يخرج إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من ينشق القبر عن جمجمته يوم القيامة. وقد يتفلسف متفلسف ويقول أتشكون في حياة رسول الله في قبره؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، فقلنا له نقول له هذه الحياة هي حياة برزخية أخروية لا تعلق لها بالحياة الدنيا. ولو كان معنى هذا الكلام أنهم لهم الحياة كما هي الحياة الدنيا للزم أن يخطئ هؤلاء القوم وأن ينسبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الجمع وترك الجماعات والحج والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع المسلمين بأمرهم بالخير وحظهم وتحذيرهم عن الشر وحل المشاكل التي تقع بينهم، لزم ذلك. لكن هي حياة برزخية أخروية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا من الكلام المنشور له أنه يزعم أن وليا يقال له الشاذلي يكلم الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكذب. قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله هذه مراتب الوحي التي يوحي الله عز وجل بها إلى أنبيائه ورسله، وأنه لا يكون وحي من الله وهو شرع يتعبد به إلا لرسول أو نبي، إما أن يكون نفثا من جبريل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أو أن يكون من وراء حجاب. قال ابن كثير كما كلم الله موسى عليه السلام فلما طلب من أن يرى موسى ربه حجبه الله عز وجل، وكان ما وقع في سورة الأعراف. ومنها أو يرسل رسولا، ولذلك قال الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولذلك هذا غير دعاء الأموات وتجويز للمسلمين. يقول يا حسين عنده حولية ومصورة ومعه ناس يقولون يا حسين وهو معه، والحسين لا يملك لك مع الله شيء، ولا نبي ولا ملك ولا أحد
إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولذلك هذا الرجل يخرب عقيدة المسلمين ويشكك في كثير من الثوابت العقدية التي جاء بتقريرها رسول الله وجميع الرسل من قبله، وعلى الناس أن يحذروه وأن يمنعوا من لهم عليه ولاية وسلطان ألا يستمع إليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيه وألا يتم زيارته وأن يقطعها عنا، لأن أخواننا هذه لا تجلب وراءها إلا الشر وإلا البلايا والفتن والمحن. يقول الله سبحانه وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. شياطين الإنس والجن، هذه سنة الله، لكن على الناس أن يحذروا من هؤلاء وأن يحذروا منهم المسلمين وأن يحذروا مسالك أهل الهوى والضلال وأن لا يغلوا في دين الله. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. ولذلك عباد الله علينا أن نتعلم الدين وعلينا أن نبعد من مسالك الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.